الحمد لله هو شعور كنا نستناوه عمل عبر سنين. نقول الحمد لله رانا وفقنا ربي ولحقنا لهاد المرحله ان شاء الله، وان شاء الله المزيد من العمل ان شاء الله. ونتمنوا لكل المحامين المعتمدين لدى المحكمه العليا النجاح في المستقبل. بمناسبة يعني حصولنا على الاعتماد لدى المحكمة العليا، ما قدرش نصور لك شعور تاعنا باليوم على هذا التكريم هذا، ويعني اللي راه عطانا زادنا الثقة في النفس، يعني زادنا الثقة، وإن شاء الله المزيد من الإنجازات، وإن شاء الله نكونوا أسرة واحدة ونحقوا الهدف تاع هذه المهنة إن شاء الله كأساتذة وكمحامين يعني على مستوى مختلف التراب الوطني. سي لوكازيون أندع أن نشكر ونكرم المحامين يلحق الاعتماد على المحكمة العليا، ومام طون انا الافطار الجماعي نخدم تكريم المحامين يلحقنا الاعتماد على المحكمه العليا. السلطات المدنيه، السلطات العسكريه والزميله زملاء المحامين باش يحفل باش يحضروا هذا الحفل هذا هنا معنا في بجايه. نقدموا ايضا الشهادات للمحاميات والمحامين المتوفقين ليكونوا مقبولين يعني امام المحكمه العليا ومجلس الدوله. اليوم رانا نشاركوا اخواننا واصدقائنا المحامين في هذا اليوم الوطني الذي يصادف، وفي حقيقه الامر هو تخليد لاستشهاد البطل الشهيد المحامي الاستاذ علي بومنجل رحمه الله، الذي للاسف الشديد اغتالته طبعا ايادي الاجرام، ايادي المستعمر الغاشم. هذا الاغتيال البشع وهذا الاغتيال الجبان كان أوقع أثر قوي جدا في نفوس الجزائريين.